نرحب بضيفتنا المؤثرة رانيا يحيى. يا أهلا ومرحبا بك ويانا في مساء الإمارات. حياك الله. أهلا بكم. أول شيء يعطيك العافية على قبول الدعوة ووجودك معنا في الاستوديو. شكرا جدا. يعني احنا نتكلم عن أمر أصبح شغل العالم، صحيح؟ السوشيال ميديا. السوشيال ميديا والمؤثرون وأيضا الكثير من الناس اللي يصلون ويجرون في هذا المجال. ولكن عندما نتحدث عن المؤثر، كيف أنه يمكن أن يقدم محتوى يخدم به المتابعين بدون المغالاة أو المبالغة في هذا يعني ما يقدم عامة؟ هو خليني أقول لحضرتك أنه كل ما كان الموضوع بسيط كل ما كان بيوصل أسرع. جميل. لأنه دلوقتي الناس بتفتقر وبتفتقد البساطة والعفوية للأسف. بالضبط، لأنه للأسف السوشيال ميديا خلت كتير من الناس بقوا بيتخلوا عن طبيعتهم، بيصطنعوا يعني بيخترعوا أو بيتصنعوا حاجات مش حقيقية. جميل. رفاهية مش حقيقية للفت النظر، يعني حتى المشاعر يعني طبعا. في منها مش صح. حقيقي العلاقات مش حقيقية، فالناس لما بتلاقي حد بسيط يعني بتروح عنده على طول، بتطمن، ما بتصدق تلاقي حد شبهها. صح. لأن السوشيال ميديا هي أصلا قائمة على مش فقط البساطة وإنما الطبيعة، يعني حياة الناس نفسهم 24 ساعة ما نتنش من رجال. بالضبط، هي فكرة السوشيال ميديا أصلا أنه سوشيال، أنه إحنا نستفيد من بعض، نتواصل مع بعض طبعا. مش نعلي على بعض ونصعب حياة بعض. صح. ونخلي نفسنا مش طايقين نفسنا كده. فعلا أختي رانيا، يعني أنت هل أنت مع أو ضد الناس أو المشاهير لما يشاركون حياة يعني حالاتهم النفسية؟ مثلا إذا أنا مريت بحالة صعبة، وفاة حد، أو أنا متألمة، أو أنا مثلا أنا كنت طلقت وتصيح وتصور عمرها ويتصيح، ما هي فنستغرب. هل أنت مع هالشيء؟ أنا بشوف أنه من حق المتابعين، لأنه الناس للأسف طول ما أنت بتصدري الإيجابي بس بيتوقع أن أنت عايشة في بابل بعيد عنهم، وأن أنت حياتك فاضية من غير مشاكل من غير أي حاجة، من غير صعوبات. فمن وقت للتاني لازم بتشاركيهم الحاجات الحقيقية اللي بتحصل معاكي، أنه يعني أنا الجانب الصعب والمفرح، الجانب الإيجابي والجانب السلبي، ولكن يعني بحدود. يعني أنا لما شاركت متابعيني رحلة تعبي من فترة كان بحدود، مش كل يوم هطلع أقول لهم أنا تعبانة، مش كل يوم هطلع أقول لهم لا، إنه يا جماعة أنا تعبانة الفترة دي، فيدوني، نفيد بعض بالإكسبرينس بتاعتنا، تاخدين حلول يعني. بالضبط، إنه تعالوا ناخد من بعض، أنتوا أكيد في ناس مرت باللي أنا مريت بيه، تعالوا ناخد من بعض زي ما بفيدكم فيدوني. فعلا. ولكن مش صياح طول الوقت. أيوة. لأنه هذا شفناه وايد، صياح طول الوقت واختلاق مشاكل واختلاق حتى نستغرب نقول الثاني متواردات واختلاق مع الصياح تي في تعليقات سلبية، يعني دي مفيدة. أيوة. فكيف يتحملون التعليقات؟ والله يعني أنا حقيقي بحييهم الناس اللي هي محتوى قائم على الاستفزاز، أنا بحييهم على صلابتهم. نعم. ده أنا لما بشوف كومنت مش عاجبني ما بنامش الليل وما بسكتش لما رد عليه. كيف يتحملون التنمر والكلام الجارح؟ الكونتنت بتاعك أصلا قائم على الاستفزاز، قائم على إن الناس تشتمك عشان يجي لك ريتش. فده حد أنا بشوف إنه طول الوقت هيكون عنده أزمات نفسية. الله يعينه. ما أعتقد إذا هو هذه النوعية من الناس هي تحب هذا العمل. هو في ناس عندنا من مصر كده بنقولها إيه؟ من مصر بيقول جلده تخين. مو بس جلده تخين، يعني عادي عنده انه يوصل لمرحله انه يخسف بنفسه او يلجا لعمليات تجميل غريبه مقابل انه يكون مشهور ويتحمل الكلام والتنمر كده على فتره. الله يستر يا رب. زين، خلينا نكمل على المؤثرون. أنت بدورك طبعا كمؤثر في التواصل الاجتماعي تضعين على عاتقك أمر آخر، ألا وهو الخدمة المجتمعية والتطوع وهذه الأمور. هاي كلها كان عندك مشاركات في حملات غذائية، كيف كان أثرها أولا عليك أنت ومن ثم على الناس؟ هي كانت المشاركة دي من حوالي 4 شهور تقريبا. وين كانت؟ كانت في مخيمات السوريين بلبنان. نعم. في منطقة البقاع وعرسال، المناطق المتطرفة على حدود لبنان وسوريا. الحقيقة أنه لما المؤسسة يعني وجهت لي الدعوة أن أنا أروح، أنا كنت خايفة وكنت في نفس الوقت خايفة عشان بنسمع عن الأوضاع. نعم. في لبنان مش. نعم. أحسن حاجة. شو كان شعورك؟ يعني أنا وصلت وأنا خايفة، بس بمجرد ما وصلت أنا نسيت كل اللي بسمعه. طبعا. أنه البلد لطيفة جدا، ما فيهاش أي نوع من المشاكل واجهتني كسائحة. يعني حتى المشاكل الاقتصادية بيحس بيها الناس اللي عايشة فيها. صح. مش السائح. صح. فما حسيتش، يعني أول حاجة أول خوف عندي كسر هو الخوف، الرهبة من البلد نفسها وأنه يكون في انفلات أمني أو كده. أيوة. تاني حاجة أنه المناطق نفسها اللي رحناها بتاعة المخيمات كانت في مناطق كانت مقرات داعش.
لغاية 3 سنين فاتوا أو 2 سنين فاتوا، فده برضو كان تخوف كبير. أكيد أكيد. بس قلنا إنه طالما في ناس عايشة هناك يبقى يعني لو هم عايشين هناك واخدين الرسك حياتهم كلهم، المشكلة إحنا ناخد الرسك يوم صحيح ونروح بس نشوفهم نحسهم إن في حد حاسس بوجودهم بس. نعم. وكنت الحاجة الثالثة المتخوفة منها إن أنا بقى أتأثر وأكون more emotional بمجرد متواجد هناك. بس الحقيقة إنه الناس هناك إيجابيين بطريقة خضتني أنا شخصياً. أقوياء يعني، أنا دخلة فين يا جماعة المشاكل؟ مفيش، هم بيرحبوا بيك وبيفتحوا لك، حتى يعني هي أقصى ما يملكون هي الخيم، يفتحوا لك الخيم ولازم تتغدى معنا ولازم يحفظهم. فالولاد ما شاء الله عليهم جمال الوجه والخلق. نعم. كلهم متفوقين دراسيا، كلهم حافظين ما تيسر من القرآن الكريم، كلهم في منهم قابلنا منهم أطفال مخترعين ما شاء الله، ما شاء الله. فإحنا رحنا إحنا اللي استفدنا مش هم. طبعا طبعا هم كل اللي استفادوا مننا إنه الناس عرفت إنه في ناس عايشة هنا بس. نعم، تجربة إيجابية يعني جداً. من هي تتكلم كأنا يا فخاطري إني أكون بدالها وأسير هالمكان يعني لازم. إن شاء الله الله يقدرنا إن شاء الله على فعل الخير يا رب. طيب طيب، شو الأشياء اللي تشوفينها أنت سلبية يعني في مواقع أو في مؤثرين التواصل الاجتماعي؟ المبالغة. غير المبالغة، ما هي المبالغة بتجر وراها كل حاجة. المبالغة في تصدير الرفاهية، المبالغة في تصدير، هذا أهم شيء بالضبط. المبالغة في تصدير الرفاهية عملت خلت الناس ما عندهاش رضا عن حياتها. المبالغة في الاحتفالات أو غيره، كل واحد حر، بس أنا بفضل حر لغاية ما بأثر في ناس. يعني حدود حريتي بتقف عند أن أنا ما فيش حد بيتأثر بيه. بس ويتشز أنه في حد بيتأثر بيه وبيقلدني، لازم أخد بالي من كل طبعاً. تصرفاتي لازم أخد بالي إن النهاردة في ناس ما تقدرش على ده، فأنا ممكن أكون بأصبهم بالأحباط. على موضوع المبالغة يعني أختي إذا تشاركيني، أحيانا البنات مشكلة لما تشوف وحدة في التواصل، أحس عبيري مشهورة في التواصل شايفتها قدامها أكيد تشوف مشهورة في التواصل الاجتماعي سوت هذاك العرس المبالغ فيه واللي فيه وفيه وفيه اللي كانت طايرة، فهي لازم عسب أن تراور بعاتها أبا أسوي نفس الشيء. لا يمكن يعني يمكن هذه المشهورة تقدر، بس أنت لا عند عرس، أنت عندك عند شهر عسل، تكلمنا قبل عرس قبل شوي. من حق كل واحد أنه ينبسط، وأنا لو معايا فلوس وما انبسطتش بيها أبقى أنا بني آدمة بخيلة على نفسي. صح. لكن أنا مش مع إني أصدر كل حاجة يعني. صحيح. ممكن أنبسط بجزء وأصدر جزء، لأنه جزء برضو من شغلنا هو الشو. يعني عشان نكون صراحة، إنه أنا بسافر، إنه أنا بروح، إنه أنا مطلوبة في الشركات الفلانية والشركات العلانية. إنسانة فاعلة، إنسانة فاعلة، أقول أكتف في المجتمع، متحركة يعني، ولكن متابعة شوية يعني. أكيد. ما أحسسش الناس طول الوقت إنه ده العادي. صحيح. إذا مش عادي. طيب. صح. التجاوزات الكثيرة اللي تحصل في يعني وسائل التواصل الاجتماعي من سواء كانوا مؤثرين أو رواد كانوا فيها، هل تطلبين أو تحبين أن يكون هناك رقابة طبعا للتقنين من هذه المخالفات أو من هذه التصرفات؟ طبعا، لأنه الناس فهم الحرية غلط. نعم. يعني الناس فهم الحرية أن أنت طالما فتحت الأكاونت بتاعك for public خلاص بعيش، فأنت لازم تتشتم، وأنت لازم أقول رأيي فيك، ولازم أحبطك، ولازم يعني نسبنا من ان في جانب كبير من الغل والحقد ظهر بين الناس بسبب اندماج كل الطبقات مع بعض، لانه صحيح. احنا طول عمرنا ربنا خلقنا وخلقنا ناس سباقا يعني. صحيح. انه طول الوقت طول العمر وطول الوقت في غني في متوسط في فقير. صح. صح. مشكله السوشيال ميديا ان هي جمعت كل دول في نفس الاريا. نعم. فبقى ده باصص على ده وده باصص على ده، فبقى بيطلع غضبه منك في ايه؟ صحيح. في كومنت يضايقك. نعم. في تنمر، في جمله تخليك ما تنامش الليل، في أذى ليك، أذى لأهلك يعني. للأسف برضو الأذى بيطول ناس. هذا لمصلحة المؤثر. ماذا أنا أتحدث كمان نضيف المحتوى. ماذا عن المحتوى؟ رقابة على المحتوى نفسه. ده طبعا يعني ده طبعا هذا أهم شيء. ده طبعا، لأنه في مهازل بتحصل دلوقتي طبعا. أكيد للعلم أيضا يعني في دولة الإمارات مجلس تنفيذي يعني هناك الحمد رقابة، لله في رقابات على 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 حتى على مواقع البرنامج تيك توك. نعم. كانت في في ولا يجوز لك أنك تدخل إلى صميم الناس أو الإعلانات ولا هذا إلا بعد أن تكون مرخص، وهناك لائحة كبيرة جدا بمطالبات وتوقيع على تعهدات حتى لموضوع حتى تستطيع أنك نعم أنك تنتقل لهذه. إحنا عندنا ابتدت الإجراءات دي، إنه الترخيص وإنه انك تكون مقنن وضعك، ولكن ده اعتقد ما في الرولز بتاعه التقنين ملوش علاقه بالرقابه على المحتوى. نعم. يعني للاسف مش مرتبطين ببعض. صح. يعني اتمنى لو الاثنين ارتبطوا ببعض ان شاء الله باذن الله. رانيا يعني كيف تشوفين، هل
أن الناس صارت تحكم على المشهور من عدد الفولورز؟ هل عدد الفولورز أو عدد المتابعين هو مهم؟ للأسف في ناس، أو خلينا نقول أنه مش بيهمك الناس قوي كمؤثرة أو كحد من سوشيال ميديا، بيهمك الشركات، أن الشركات هي اللي تشوفك بلغة الأرقام، ودي حاجة مش أحسن حاجة، لانه الارقام دلوقتي مفيش اسهل من ان انا اجيبها فيديو مستفز، اجيبها بتصريح مستفز، اجيبها فيك اشتريها، دي اسهل حاجه. فانا مش بشوف دايما ابدا انه الارقام هي قيمتك خالص، هي قيمتك هي في الفاليو اللي انت بتقدميها. وانا بشوف دايما برضو انه سهل الناس تحبك بس صعب الناس تحترمك. صحيح. فانه الناس تحترمني اهم بكتير عندي من ان الناس تحبني. تحترمني وتستمر معاي وتستمر معاي. الناس ممكن تحبني علشان انا بعرف ارقص كويس، الناس ممكن تحبني عشان انا بعرف اهزر كويس، بس صعب تحترمني. طبعا. مش هتحترمني الا لو انا جديره بالاحترام. خاصه ان الناس ما لهاش مصلحه ان هي تجاملني في حاجه. طبعا اكيد. اختراني، اين ترين نفسك في 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 اي مسار من مسارات العمل في هذا المجال؟ والله ولا أي مسار. أنا بحب أسلك كل المسارات، يعني خدمة اجتماعية متنوعة. أو معلومة أو خدمات اجتماعية أو أيضا علاقات أسرية مع الناس أو حديث عن دول. أنا بحب أو أي المسارات اللي أنت تبين أن تستمرين فيه أو تجدين الفرصة للاستمرارية فيه. يعني حقيقي أنا ما عنديش مسار معين عايزة أسلكه، لأنه أنا بحب أجرب حاجات كتير. جميل. وكل ما بجرب حاجة ولاقي إن أنا قادرة أتواجد فيها أو قادرة أنجح فيها بتغريني، فما أقدرش أرجع تاني. بخاف إنه لو كملت هنا يفوتني هنا، فطول الوقت بحاول أعمل بالانس. تجربين كل شيء لما تشوفين المكان اللي تشوفين نفسك فيه. بالضبط، بحاول أعمل بالانس. وفي النهاية هي الصدف بتلعب معايا دور كويس جدا. الحمد لله. فمش بشوف إن فاتتني حاجة، أنا بسعى في كل الطرق وفي كل السبل، وفي النهاية في حاجة هي اللي هتختارني مش أنا اللي هختارها. سامحنا بس آخر سؤال قبل الفاصل. هل تجدين أن التواصل الاجتماعي هي نقطة التوقف أو هناك ارتقاء للظهور على الشاشة الكبيرة؟ I think أنه أستحق الظهور على الشاشة الكبيرة. تستحقين، ولكن طبعًا. هذا يعتبر نوع من الارتقاء من مجال لمجال. طبعا طبعا، لأنه مش كل الناس اللي على السوشيال ميديا يقدروا يكونوا متواجدين على الشاشة الكبيرة. شكرا لك وشكرا لوجودك. شكرا، نتمنى لك التوفيق وإن شاء الله توصلين للي في خاطرك بإذن الله. شكرا لوجودك.